اليوم عندنا موضوع جديد، إيجاد المساحة المحددة بمنحني. يعطيك دالة ويقول لك جد المساحة المحددة بمنحني على ومحور السينات. فيعطيك الدالة، أنت هاي الدالة أول مرة شو تسويها؟ أول مرة تجيب الدالة تساويها للصفر، اكس أس 4 ناقصا اكس تربيع يساوي صفر، تمام؟ بعد ما سويناها للصفر عشان نسوي نسحب عامل مشترك اللي هو اكس تربيع. هنا عامل مشترك يقبل القسمة على هذا الاس الاكس تربيع، وهنا اكس تربيع، فهنا اكس اس 4 سحبنا منها التربيع، ايش قال؟ بقت اكس تربيع، تمام؟ ناقص اكس تربيع سحبت منها اكس تربيع، ايش قال؟ بقت واحد، تمام؟ يساوي لنا صفر. راح تقول له اما اكس تربيع يساوي لنا صفر، ويؤدي الى ان اكس يساوي لنا صفر، اما هذه مفعوله يساوي لنا صفر، يعني هذا المقدار باعتبار ماكو، او اكس تربيع ناقص واحد يساوي صفر، ويؤدي الى ان اكس تربيع يساوي واحد بجذر الطرفين، فاكس تربيع راح يصير اكس نعم موجب ناقص واحد، تمام؟ موجب ناقص واحد. حد يقول لي هاي شنو فايدتها؟ هاي الفايدة مالتها راح اطلع منها الفترة مال التكامل، فارسم فترة التكامل اللي هي انا عندي بالنص الصفر، طلعتها الصفر موجب واحد بسالب واحد، هاي فترة التكامل. فصار عندي مساحتين، هاي المساحة الاولى تكاملها، وهاي المساحة الثانية من الصفر الواحد تكاملها. فهاي هي الفائدة مالتها. فهسه ايش راح اسوي؟ اقول اي الاولى يساوي لنا تكامل من سالب واحد الصفر، وانزل الدالة اللي عندي اكس اس 4 ناقص اكس تربيع، الدالة الاصلية، تمام؟ بالنسبة لمن؟ للدي اكس، بالنسبة للدي اكس، تمام. هسه نجي نكاملها، هنا راح يصير اكس اس 5 على 5، زودت واحد وضفت الاس الجديد، ناقصا هاي اكس اس 3 على 3، زودت واحد وضفت الاس الجديد، وهنا عندي من صفر السالب واحد. هاي هي فترة التكامل، تمام. فصارت عندي هنا فترة تكامل من الصفر للسالب واحد، او من السالب واحد للصفر، فنعوض بالاعلى وبالادنى. فهنا انا نعوض الصفر، راح يصير صفر اس 5 على 5 ناقصا صفر.